دور ديالها مهم، دور مهم وفعال في منظومة كرة القدم. كتقوم بالتلقين التقني والتحضير والإعداد البدني، كتقوم بالتقدم التقني والتكتيكي بالنسبة للنهائي، كتكون المعطرين، إلا هاد المعطرين من غيعطيو هذا الشيء اللي تقنوا، غيعطيو الكفاءات الصغيرة سواء الشقة أو الكبار، فالحمد لله هذا الدور كتلعبو كبير، المضمون ديال التكوين يتميز بآخر مستجدات تقنية أو التكتيكية واللي كتعتمد من طرف جميع المؤسسات الدولية اللي تعنى بكرة القدم، وعدد المقررين المتخرجين هو في تزايد، ويمكن العدد الإجمالي هو 580 تقريبا مؤطر عندهم حاصل عن الدبلومات ما بين الدي والسي والبي، واللي كنقول السي والبي راه داخلين، ولأول مرة شي عصبة كتقوم بالتكوين ديال البي وعطاو العصبة ديال الطلبة، وهذا شرف لنا. الحصيلة التقنية تكوين المؤطرين ونعطيكم على حساب السنوات، كل سنة تقريبا فوالا لي ستاجير لي دازو لي خداو الدبلومات، وكلهم من 2012-13-14 راه هادشي عندكم في التقرير الأدبي اللي موزع ليكم، هادو كلهم العدد أنا قلتلكم إجمالي هو 580 واحد، يمكن تعملوا عملية حسابية. هادي صور لبعض الدورات التكوينية اللي كتكون هنايا سواء في الترابيضة أو في المحمدية، المهم في التراب ديال الوسطى. هذه هنايا مع الاخ ديال المسير هنايا كذلك، يعني هاد الدور فعال كبير ولازم منه الناس دائمين على اللجنه التقنيه، ماشي سهل وبالعكس، ويمكن السيد الرئيس ياكد على انه خدينا العصبه تلقى التنويه بالناس اللي عندنا في العصبه واللي كيعطيو التلقين ديالهم في العصبه واللي مصاهرين على اللجنه الجهويه التقنيه. كاينه حاجه اخرى زادوها ماشي غير التكوين ديال المؤطرين، عندهم حتى المصاحبه التقنيه لجميع الانديه، وهنا بداو كتجربه، بداو الانديه ديال الصفوه اللي هي بروميير ديفيزيون، وانتم غتشوفوا على انه المصاحبه التقنيه للناس المؤطرين اللي داخل الانديه، ومشاو للوداد ومشاو للرجاء، هما هنايا في اطار داخل مركب الوزير ديال النادي الرجاء، كيديروا دوره تكوينيه ومصاحبه ديالهم تقنيا لهاد اللاعبين، والبرنامج ديالهم اسبوعي شهري او سنوي، كذلك يبقاو غادي معاهم في التواصل، وهذا ايجابي بشكل ايجابي كيحفز هنا في داخل نادي الوداد الرياضي. فالحمد لله يعني بالنسبه لهذه اللجنه كتقوم دور كبير كبير كبير، ولينا حقور في الانديه. هنا كيبقى اخيرا الحلقه من الصوت الافاق المستقبليه، يعني بعض الاقتراحات من الافاق المستقبليه، تطوير الاداره ودعمها للكفاءات البشريه، وهذا ان شاء الله يكونوا كفاءات اخرى اكثر باش نزيدوا نطوروا الاداره، تكوين المسؤولين الاداريين للانديه مع القوانين واخبارهم، التكوين كيكون باخبار القوانين اللي كدار الاتحاد الدولي والجامعه ديالنا المغربيه، العمل على اضافه مدارس تكوين الحكام داخل التراب الدار البيضاء، الرفع من المستوى التقني والتكتيكي للفئه الصغرى، وهنا يمكن العصبه كترتقي على اساس انه يكونوا الفئه الصغرى ياخذوهم المؤطرين اللي عندهم دبلومات وحاصلين على دبلومات.
البحث عن ملاعب جديدة وتوسيع القاعدة الأندية والممارسين. أخيرا وليس آخرا، تتقدم العصور التهاني لكل أندية الصاعدة من القسم الممتاز مع جمعية الشباب الرياضي، من القسم الشرفي جمعية وفاق أهل الغلام، جمعية أمجاد بسسفة، جمعية نهضة الدار وعزة، ونادي الشعب الرياضي. هذو اللي غيطلعوا القسم الممتاز، وجمعية الشباب غتطلع قسم الهواة الثاني. القسم المقام الشرفي غيطلعوا إن شاء الله القسم الشرفي، هما نادي النجمة الرياضي عين السبع، النادي البلدي البيضاوي، جمعية جزيرة الأزهار لكرة القدم، جمعية نصر النخي للرياضة، جمعية الصداقة الرياضية دارلمان، نادي رحال لكرة القدم. بلا ما ننسى صعود لبناء الشباب المحمدية إلى قسم الوطني الأول هوات على ما أظن، وكاين قسم أحد السوالم إلى قسم الوطني الثاني. الصعود الممتاز، الممتاز هوات، وأحد السوالم طلع القسم الأول هوات. شكرا للجميع، شكرا على انتباهكم، شكرا سيد الرئيس. انا اخواني لو سمحتوا كاين واحد عارف وثائقي بسرعه ندوزو فيديو كاين الانشطه تطلع Thank you.
شكرا للكريم. خلينا نبدا. هناك رساله من أجل التدقيق ومواجهة عملية حصار بنك الأجيال المفتوح من طرف أسرتكم للفترة من تبدأ من تقريب 2013 إلى ما تم تقريب 2018، وبعد تسلم جميع الوثائق والكشوفات الضرورية للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه، نخبركم سيدي أنه من خلال التفحص والمراقبة الدقيقة لجميع العمليات المحاسباتية للمدافير والمصاريف نؤكد لكم صحتها وشفافيتها وتحترم الضوابط المعمول بها في هذا المجال. سيضم مكتبنا رهن اشاراتكم لكل توضيح او استفسار، وتقبلوا سيدي فقط كرامه المسلم. هذا اول مواد انه كتجاب مكتب المحاسبه داخل العصر. المحاسبه ما معزاه على سلاله فيما يخص تمام في السيد الرئيس حكم بانه والله قال ما فيه كفايه، ولكن بغيت نوضح ما نكونش ما غاديش نطول عليكم بزاف. على الانسحاب ديال الرئيس، حنا باقيين تشبتي بالرئاسه باقي ما لا تنكملوا عليها. لا فينا ونفرق تماما. الان نمر الى المرحله الثانيه، هي مرحله انتخاب
رئيس ومكتب مديري جديد في هذه العصبة التي نعتبرها رائدة في كرة القدم المغربية. وأترك الكلمة للسي حسن باش يعطينا عدد المرشحين وكذلك شكون اللي غادي يحصلوا على جزء ولكن بعد الترشيحات اللي تقدمت الأعزاب القانونية ثلاث ترشيحات السيد ثانيا الترشيح الثاني ديال السي أنين الترشيح الثالث ديال السي المفرطي بعدها في السن الرجاء مجموعة ديال المرشحين تبين على أن مرشح واحد هو الذي يستوفي الشرط وهو جدار واحد انسحب من بعد ما حط الطلب ديال هو السي أنين فيما السيد المنفلطي قدم أولا مع عدم هذاك المدة القانونية ما مستوفياش ولكن زاد أكدها باش قدم استقالته لذا فالمرشح الوحيد ديال العصبة هو السي جدار. لكن ممكن لكن ما أدري
قبل ما تشكر الناس غنعطيوك الكلمه السيد الرئيس. الله يجازيك بخير. قبل ما تشكر الناس غنعطيوك واحد الوضع اللي غنقولوه لك نقطه النظر ولك واسع سيد الرئيس. هنيئا لك بالاجماع ديال الاخوان من رؤساء الفرق المنظمه التجريبيه العصبه ديال الدار البيضاء الكبرى. المطلب السيد الرئيس ديال الاخوان هو العفو على الموقوفين. الله يجازيك بخير سيد الرئيس، ولا سيما الشهر شهر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثاني نقطه اللي هي اساسيه هو الفرق السيد الرئيس ديال الكابتن ديفيزيون اللي شملهم باش يبقاو هاد السنه بيضاء عندهم السنه المقبله. الله يجازيك بخير، كنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش تخليهم يلعبوا الموسم المقبل ان شاء الله بحول الله. وشكرا سيدي الرئيس. أنا جد ممتن لكم بهذا التكليف، تكليف هذه المهمة لآسيا وهذا الإجماع نعتبره تاجا فوق رؤوسنا. شكرا لجميع الإخوان على وضعهم ثقة فينا. شكر الموصول جميع المناضلين داخل الخروج، لأن أنتم ولا إحنا كلنا كندير واحد العمل اللي هو تطوعي، يعني ما يقال عليه التواعي. وكلكم كل من موقعه، كل شيء كيضحي من ماله الخاص مال العائلة ديالو باش نطوروا هاد الكورة. حقيقة لابد حنا عندنا مجهود كبير في البنية التحتية، عندنا مجهود كبير في التكوين، عندنا مجهود كبير في توسيع القاعدة، قاعدة الممارسين، عملنا مجهودات كبيرة، عملنا مجهودات فيما يخص التحكيم. اليوم نطرح على عاتقنا باش نعملوا أكثر في هذه الميادين اللي قلت عليها وميادين أخرى لتمكين هذا الخروج ودعمهم، خصوصا كما سبق أن قلت بأنهم يقوموا بعمل تطوعي. فاليوم هذا يوم كنعتبره يوم تاريخي، يوم اللي هو يوم رمضاني في شهر مبارك. نتمنى أن نعمل جميعا على أن تظل عصبتنا في الريادة، أن تظل عصبتنا تجر قافلة كرة القدم. نحن نعتز نمتلك فرق كبرى، نمتلك الرجاء والوداد والراس وبلجيك، وتعرف فرق لها تاريخ كشباب المحمدية والتي نهنئها باسمكم الصعود، والرئيس ديالها متواجد معنا، فتحية لنا ولكم. فالإخوان أنا كنطلب منكم القاعة قبيلة السياسة الكورية، وأنا داخل القاعة ومني مجموعة من الإخوان ملتمسات وعندي مكتوبة. أولا فيما يخص القرار اللي كنا خديناه واللي هو الفروق اللي كتحسن المراتب الأخرى في المقام الشرفي، المقام الشرفي أن هذه السنة تكون استثنائية، هذا اللي نزلوا نخليهم يمارسوا معنا. فكنطلب من القاعة
رأيها في هذا الموضوع وكنطلب التصويت هذا الثاني هو العفو على جميع الموقوفين اللي تحت سنة، وكنطلب منكم سنة وما تحت، كنطلب منكم موافقة عليها كذلك. كنطلب منكم انكم تمنحوا لي فرصه ديال زيارة مكتب، اولا مكتب مديري ومكتب تنفيذي اللي غنراعيو فيه جميع جغرافيا جغرافيا اللي غنراعيو فيه كفاءات. فانا كنطلب منكم تعطوني هذا الامتياز من فضلكم. عمليات محاسباتها المداخيل والمصاريف نؤكد لكم صحتها
وشفافيتها وتحترم الضوابط المعمول بها في هذا المجال. سيضم مكتبنا رهن إشاراتكم لكل توضيح أو استفسار، وتقبل سيدي فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول مواد لأنه جاب مكتب المحاسبة داخل العاصمة. المحاسبة ما معزانة على سلاة اتصال الشركة. فيما يخص طبيب في السيد الرئيس حكم أنه الله قال ما في كفاية، ولكن لم يتم التوضيح، ما كنتش من هذا الشيء مطول عليه على الانسحاب ديال الرئيس. حنا باقين شبتي بالرئاسه باقي ما لا تنكملوا على هذا. كتاب فينا ونفرق المرحلة الثانية هي مرحلة انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد في هذه العصبة التي نعتبرها رائدة في كرة القدم المغربية. وأترك الكلمة للسي حسن باش يعطينا عدد المرشحين، وكذلك شكون اللي غادي نحفلو انه يجوز ولكن بعد الترشيحات اللي تقدمت في الاعجاب القانونية بعد الترشيحات على أن مرشح واحد هو الذي يستوفي شروط
وهو جدار واحد مساحب من بعد ما حط الطلب ديالو هو سي أنيم فيما السيد المنفلوطي راه قدم اولا مع عدم هذاك المده القانونيه ما مستوفياش ولكن زاد اكدها باش قدم استقالته لذا فالمرشح الوحيد ديال العصبه هو سي جدار. سيد الرئيس هنيئا لك بالاجماع ديال الاخوان من رؤساء الفرق المنظمه التجريبيه العصبه ديال الدار البيضاء الكبرى. المطلب السيد الرئيس ديال الاخوان هو العفو على الموقوفين الله يجازيك بخير سيد الرئيس ولا سيما الشهر شهر كبير عبد الله سبحانه وتعالى. ثاني نقطه اللي هي اساسيه هو الفرق السيد الرئيس ديال الكابتن ديفيزيون اللي شملهم باش يبقاو هاد السنه بيضاء عندهم السنه المقبله الله يجازيك بخير كنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش تخليهم يلعبوا الموسم المقبل ان شاء الله بحول الله. وشكرا سيدي الرئيس. Thank you.
أيها الإخوان، أيها الحضور الكريم، يا معشر كرة القدم، أنا جد ممتن لكم بهذا التكليف، تكليف هذه المهمة لآسيا والإجماع نعتبره تاجا فوق رؤوسنا، وشكرا لجميع الإخوان على وضعهم ثقة فينا، شكر الموصول جميع المناضلين داخل الكرة، لأن أنتم ونحن كلنا كندير واحد العمل اللي هو تطوعي، يعني ما يقال عليه التواعي، وكلكم كل من موقعه، كل شيء كيضحي من ماله الخاص من مال العائلة ديالو باش نطوروا هذا الكرة. حقيقة لابد احنا عملنا مجهود كبير في البنية التحتية، عملنا مجهود كبير في التكوين، عملنا مجهود كبير في توسيع القاعدة، قاعدة الممارسين، عملنا مجهودات كبيرة، عملنا مجهودات فيما يخص التحكيم. اليوم طلعوا على عاتقنا باش نعملوا أكثر في هذه الميادين اللي قمت عليها، ميادين أخرى لتمكين هذا الخروج ودعمهم، خصوصا كما سبق أن قلت بأنهم يقوموا بعمل تطوري. فاليوم هذا يوم كنعتبره يوم تاريخي، يوم اللي هو يوم رمضاني في شهر مبارك، نتمنى أن نعمل جميعا على أن تظل عصبتنا في الريادة، أن تظل عصبتنا تجر قافلة كرة القدم. نحن نعتز نمتلك فرق كبرى، نمتلك الرجاء والوداد والراس وبلجير وفرق لها تاريخ كشباب المحمدية، والتي نهنئها باسمكم الصعود والرئيس ديالها متواجد معنا، فتحية لنا وجميعكم. فالإخوان أنا كنطلب منكم القاعة قبيلة السياسة الكورية، وأنا داخل القاعة ومني مجموعة من الإخوان ملتمسات وعندي مكتوبة، أولا فيما يخص القرار اللي كنا خديناه واللي هو الفروق اللي كتحسن المراتب الأخرى في مقام الشرف، مقام الشرفي أن هذه السنة تكون استثنائية، هذا اللي نزلوا نخليهم يمارسوا معنا. فكنطلب من القاعة رأيها في هذا الموضوع، وكنطلب التصويت هذا الموضوع. بالنسبة للالتماس الثاني هو العفو على جميع الموقوفين اللي تحت سنة، فكنطلب منكم سنة وما تحت، فنطلب منكم موافقة عليها كذلك. كملها.
كما
تتلعب الفروق ديال الهواد. علاش ما نطلبوش لهم الدعم ديالهم؟ لان يجب ان نشوفوا قبل ما تهضروا على كرة القدم النسوية ضعيفة داخل العصبة، لان ما عندهم حتى شي دعم. علاش ما يجيوش الدعم من الفيدراسيون؟ وهذا الدعم الفروق ديال مقبل الشرافي والشرافي والممتاز وكرة القدم النسوية وكرة داخل القاعة، نطلبوا حنا من الرئيس ديالنا باش يجتمع مع رؤساء ديال العصاب الاخرين ويدافعوا على هاد الفروق اللي صراحة راه كلشي كيشوفو ما عندهم حتى شي دعم. السلام عليكم. لا فيت فيك فيت فيك السلام عليكم. أود أن أبارك الجميع وهنيئا للسي جوبار. في الحقيقة كيف تيقولوا يفوقوا سكي أبارتي عن سيزار على سيزار. العصبة ديالنا الحمد لله غادي نتطور ونتمناو تطور أكثر من هادشي. غير عندي واحد الحلم يمكن تقدروا تحلموا معايا حتى نتوما. أنا كنشوف الفروق ديال القسم الشرفي والشرفي والممتاز يريبريزونت ان فيفيي بور لو فوتبول، ماشي غير في العصبة ديالنا، في العصر كلهم. حيت إلا جينا نهضرو على الفروق ديال مقبل الشرفي والشرفي والممتاز غير لا ديغنييغ غياليزاسيون بلا ما نجبد الأسماء ديال اللاعبين اللي دازو في القسم الشرفي ومقبل الشرفي ووصلوا للمنتخب وفرحوا فروق آخره هو اللاعب اللي خرج من الجولة وطرحها في الراسين هو الكعبيك اللي حاليا راه خارج من الأوسط. وبلاتي دابا تجي وتنقول المشاكل راه ولا دابا في المونديال. داكشي علاش كنقول انا السي جولار مع رؤساء ديال العصابة الاخرين ندافعوا على هذا الفروق ديال القسم الشرفي ومقبل الشرفي والممتاز وزيدوهم الفروق ديال كرة القدم النسوية وزيدوهم الفروق ديال الكرة داخل القاعة. علاش هاد الفروق محرومين من الدعم ديال الجامعة كما كتدعم الفروق ديال الهواد؟ علاش ما نطلبوش لهم الدعم ديالهم؟ لأن إلا جينا نشوفوا قبل ما تهضروا على كرة القدم النسوية ضعيفة داخل العصبة، لأن ما عندهم حتى شي دعم. علاش ما يجيوش الدعم من الفيدراسيون؟ وهذا الدعم الفروق ديال مقبل الشرفي والشرفي والممتاز وكرة القدم النسوية وكرة داخل القاعة، نطلبوا حنا من الرئيس ديالنا باش يجتمع مع رؤساء ديال العصاب الاخرين ويدافعوا على هاد الفروق اللي صراحة راه كلشي كيشوفو ما عندهم حتى شي دعم. السلام عليكم.